مناسبتنا أهيد من لوجود دافور يي مساجد يا خديجة بنت خويلد ولا جهر جلية حافظة بولا فطور يا مجلة كسمايو مساجد كايا وحا وقف قوي الصوماليو دو كنو لدل كديبا ديسا حفلة دافوريتان كي مساجد يا خديجة بنت خويلد يا وحا كسو قيب جلي قدوميها مؤسسة الأمة مامولها مؤسسة الخيرات علماء الدين كسمايو دات كتكين حافظة بولا فطور معلن حسن أو كم إذا جودك قعدت كوه هي مساج يا خديجة بنت خويلد أي أمها عليا قيس كديسي مساجدك. الله سبحانه وتعالى نعمونك ونسيء سوى نوزي على مرك الله سبحانه وتعالى. بعد الحمد لله كدي إن شاء الله تعالى وحنوم هذيلنا دتك مساجد كان سلام وغرور بلن أو يا مساجد ولد مسلم. قابلني سودان ويسيدي سمسولي سا قالا دمركا يورجا داتكي كاغل غاتي دسمي سا او دسمي من بلا ولا دمات ايا ايونا ان شاء الله تعالى ان ام هدلنا ايوا ولبا ما دلنت انا ان ام هدلنا كوين دايمر وال مسلمين تودن ايوا ما دلنا ما دام اي واجب كان او اي غوتين ايو اي هلكا ما قالين ايين هل اننا نسارنا عبد الرحمن عثمان جامع قدوميها مؤسسه الخيرات اهنا وكيلك لو سو وكيشينو مساجدك وريجيو يا كوريجيو غوديكا مساجدك الله سبحانه وتعالى ايا مر لبااد ما هذا اسكله الله انو فوديي دسيدا مساجد كان ان ما انت اركيسان ان ولي باي دسين قيسكا سومالييد اي ري حسن حسين كال شيره اي دسين antidooda ay ku bixiyeen ayagoon garanaynin xaafada iyo maaragtay meeshii ku taalo iyo hadana maalkooda waxay u horeen inay ku bixiyaan meel Alla subhanahu wa ta'ala lagu caabudo ilaahay waxaan uga baryeynaa in ilaahay sadaqadaas iyo gurigan ilaahay dartiis ay u dhiseen in Alla subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo maalinka qiyaamana maaragtay hooska oo Alla subhanahu wa ta'ala uu hariyo yaa Alla subhanahu wa ta'ala uu weydiinaynaa aan hadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu aqbalo oo guri maaratay jannadii soo gadiiso yaa allah subhanahu wa ta'ala u weydiinayna aan walaalyaal waxaan rabaa markale aan shaah abdirashid wal ibraahim oo ah gudoomiyaha muasada umma ee ka shaqeysa daacwada aan markale ilaahay daacwada meesha aan fadhino masaajidada kuuka madarista tahfiidka quraanka laba ah wax walba khayra oo maaratay ku saabsan arrimaha diinta ayuu mas'uul ka yahay shaacib rashiid ee ilaahay waxaan uga baraynaa waqtiga uu soo horay iyo meeshii yimid ilaahay miisaanka xasanadka u saaro aan kulli inuu marqaati ka noqdo masaajidkan oo xaafada laga dhisay diiwaanka muassasadan uu galo si birri ka maalin haday noqoto booqasho iyo haday noqoto ka warqab in masaajidkii sheekha uu ka warqabo ayaan maaragtay ugu talagalay شيخ عبد الرشيد ولي إبراهيم قدوميها مؤسسة الأمة هي قبل حفلة دوقو باقي دادك ديجن عفضة بولا فطورو إنا إلى اليام نظافة مساجدك مساجدك خديجة بنت خويلد دوقو مقعدري وضب مقصنين أي دسين يقو دون هيا كنا عمل فلا حديثك النبي أها قفك قري دسا إلهي باوقو أغدسا جنة قري guriga marka adduunka laga dhisay iyo guriga jannada ka dhisan way kala duwan yihiin magaca way wadaagaan waa bayd iyo bayd baa la dhihi laakiin haddii baydka jannada ka dhisan weynankiisa iyo inta uu leeyahay iyo carradiisa dhulkiisu iyo macnaha dhulkaana ta ku taaganahay isku mid ma aha nimcada taala iyo adduunka waxa yaalan isku mid ma aha marka مثال أهان يا تصال أهان بأو حالينا وطسي قفكي نساء قري إلهي درتينا أول نساء بنى الله بيتا في الجنة جنة مركا بدل كيدي مساجد كان بدل كيسي واحد كوها شيء قري جنة ووح قالي إلهي السل عدي سيب دي عدي سنة وقالي لقمانا هلا دي مال دي الألا لقمهلا لكن إلهي وحيلو سهلي مساجد كا يركا يكوبا dad muxsiniin ah oo qaws ah ama usra ah ama eel iyo qaraabo ah baa waxay dhahayna dhisan oo guri qof walba xasba daaqay inuu ka qayb qaato
إلينا هلان قف والبن قرقي إلى سبحانه وتعالى بدي حد سبحانه قالي إحسان كي سنوى بلاني هاي أهو وحوي الحسنة بعشر أمثالها هذا الحسنة الله ما أعطوه طوان باوير إنت أجر كذا الوصيو محمد صومالي جبلان تي في إكس مايو